المباراه الاولانيه تبقى انت كده التعادل، فبالتالي هتبقى انت اللي مزنوق، انت اللي مضغوط، انت اللي دايما بتدور على هدف. فاحنا مش عايزين نوصل لفكره انك انت تدور على هدف، احنا عايزين نوصل ان النادي الاهلي سجل هدف، فبالتالي يعني خلاص يقضي على امل الفريق لاتحاد المنستير. كولر اجاد النهارده بنسبه جيده في التشكيل، في التغييرات من وجهه نظر يعني، غير تغييرات في محلها بشكل كويس. النهارده التغييرات كلها هجوميه وانت متعادل، فده معناه ان هو راجل بيفكر يكسب، مش بس بيفكر يكسب، بيفكر للنادي الاهلي. ما هو انت، انا النهارده بدرب مين؟ انا بدرب النادي الاهلي، بدرب النادي الاهلي اللي المفترض انه بيلعب على البطوله، فرق البطوله بتكسب بره وجوه. فالنهارده انا متعادل 0-0 وشايف الفرقه اللي قدامي وحاططها في وضعها الطبيعي، هو ده التغيير المظبوط في اطار الجيم اللي اتلعب النهارده. انا بلعب جيم النهارده مسيطر عليه، فبالتالي انا شايف الفرقه اللي قدامي حطيتها في الزوم بتاعتها الطبيعيه، فعشان كده النهارده الثلاث تغييرات بالنسبه لمستر كولر كانوا ثلاث تغييرات هجوميه. فانا شايف ان التغييرات بالنسبه له تغييرات جيده، تنشيط للحته الهجوميه دي رقم حاجه تحسب واحد. له حاجه تحسب ايجابيه للمدير. من ايجابيه طبعا للمدير الفني. الفكره بس عايزين النهارده بس اللي كان ناقص الاهلي الربط ما بين لعيبه نص ملعب والحته الهجوميه، هي دي بس الربط اللي ما كانش موجود النهارده. زي ما قالوا الكباتن في لا مركزيه كتير، النهارده شادي حسين بيخرج كتير جدا بره ال 18، برغم انه المفترض انه معاه يعني تحتيه ثلاثه كرتهم حلوه، امكانياتهم جيده، يقدروا يوصلوك بشكل كويس. اصبر، ممكن الكره ما توصلش يعني طول الوقت، لكن لازم تصبر. النهارده انا اصبر امتى يا كابتن؟ لما يكون انا عندي ثقه في اللعيبه اللي بتلعب معايا او اللي بتلعب ورايا. يعني النهارده عندك سافو لعيب مفترض لعيب كويس، عندك ان عبد القادر لعيب كويس، طاهر محمد طاهر لعيب كويس، الاثنين ديانجو السوليه اثنين لعيبه كويسه، فبالتالي لازم يبقى عندي في بعض الاوقات يا كابتن انا كلاعب جديد ببقى عايز يعني ايه اوري نفسي للناس، اوري نفسي للمدير الفني، فبتحرك يعني غصب عني، ببقى عايز اتحرك في كل حته في الملعب. انت جبت صوره هنا يا كابتن، اي شادي سايب ال 18 فاضي وبيكمل بيلعب ناحيه الشمال مع اللعيب، زي ما احنا شايفين يا كابتن اتوبيس النادي الاهلي وصل للمطار علشان العوده ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالسلامه لارض الوطن. ان شاء الله يرجعوا بسلامه الله يعني، ومبروك عليهم المكسب النهارده، واكيد كلهم مبسوطين يعني، فاهم؟ البدايات دي بتدي امل، بتبسط الناس، بترجعك مبسوط، بتخليك تشتغل مش اندر بريشر يعني، بتخلي الظروف بالنسبه لك مهيئه انك تشتغل بشكل كويس، بتخلي المدير الفني يبقى عنده اتساع من الوقت وان هو يشتغل بشكل كويس، مش مضغوط وهو بيغير، حتى لو غير الماتش اللي جاي لعيب او اتنين مش هيبقى عليه ضغوطات، مش هيقول لك انت جبت ده ليه ولعبت ده ليه وحطيت ده ليه. فاهم قصدي؟ لما تبقى كسبان صح، الامور بتبقى سهله وبسيطه للمدير الفني. اول واحد بيستفيد على فكره المدير الفني مش لعيب يعني، المدير الفني اول حد بيستفيد من المكسب اللي بيحصل ده، خاصة لما يكون انت جديد على الفرقة، جديد على النادي الاهلي. واكيد طبعا يعني في سامي بيتكلم اكيد معاه، سيد عبد الحفيظ بيتكلم معاه، عنده المساعدين اكيد بيتكلموا معاه على امكانيات وقدرات اللعيبة. فانا بشوف النهارده مباراة من وجهة نظري ممتازة جدا، مش ممتازة اداء، انا بتكلم نتيجة، ممتازة نتيجة، اداء مش بطال من وجهة نظري يعني كبداية. بص انا نحكم على المباراة في توقيتها وبمباراتها يعني. مزبوط. النهارده ما بقولش النهارده لو مباراه في نص السيزون اقول لك لا الاداء مش عاجبني، مش حلو، مش احسن حاجه، لازم تغيير، يبقى في حاجه غلط. انما النهارده مباراه في اول السيزون لا، مباراه جيده حلو صح، عاجبني قوي لعيبه نص ملعب والتفاهم اللي موجود، عاجبني الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي النهارده يعني هايلين جدا جدا تحركاتهم النهارده، واحد بيمسك الثاني بيغطي على طول يعني، في واحد بيلعب مان والثاني بيعمل الكفري. الشناوي واقف بشكل كويس النهارده، الاثنين الباكين عاملين الادوار الدفاعيه اللي عليهم النهارده بشكل جيد جدا، اذا كان علي معلول او اكرم توفيق. يعني جود لك النادي الاهلي، مباراه جيده، مكسب حلو جدا ان شاء الله باذن الله تعالى يكلل المجهود والمكسب في القاهره ونكسب ان شاء الله بنتيجه جيده، عشان زي ما قال كابتن عادل انك تدي مسج للفرق الثانيه بتقول الاهلي يعني جاي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن علاء، مكسب النهارده يثبت لك التشكيل الماتش الجاي في ماتش العوده ان شاء الله؟ لا مش شرط، مش شرط يعني، ممكن يغير، ممكن على حسب وجهه نظر هو، ممكن يدي حد يبدا بس هو مش هيغير في اسلوب اللعب او طريقه اللعب. لا ليه؟ ما خلاص يعني مش الوقت خالص، هو واضح ان هو هيغير طريقه اللعب ليه؟ اصل انا انا كمدير فني بغير طريقه اللعب امتى؟ انا بحس ان هي حاجه من الاثنين، اما لعبت مش هضمه الطريقه كويس، او الطريقه مش جايبه الهدف اللي انا عايزه او النتيجه اللي انا عايزها. بس انت ساعات بتحكم على الامور من بدايتها يعني، احيانا
انت بتقرا افكار المدير الفني اللي قدامك من البدايه، واضح يعني ان هو مقتنع ب 4-2-3-1 مقتنع بيها تماما. لان هو الى حد كبير عارف نوعيه اللعيبه الموجوده والتوظيف بتاعها ايه. ما هو بص يا ايمن، هي الطريقه على حسب القماشه اللي معاك تبدا توظف الناس بتاعتك. بس يعني مثلا العالم كله بيلعب 4-3-3 وبيجدوها بامتياز، كان ريال مدريد، كان برشلونه، اذا كان السيتي، لكن هم عنده الناس اللي تاديله دي. انت ما تحاول تعمل 4-3-3 هنا بتبقى عندك مشكله دايما في الثالث، فاهمني؟ لكن هي الانسب للمجموعه اللي موجوده دي 4-2-3-1، وعندك اللعيبه اللي تبدا، وعندك التغييرات اللي هتعملك نفس التوازن او حتى يمكن يعملك اضافات كتيره. عشان كده بقول لك انا 4-2-3-1 هي الانسب للاعيبه النادي الاهلي، وكولر واضح ان هو بادئ بيها. فهي طول ما هي الطريقه جايبه النتيجه اللي هو عايزها وتؤدي الحاجه اللي هو بيتمناها، ماشي انا ماشي معاها. الا لو حصل لا قدر الله حاجه بقى، اصابات كتير في مكان مهم، فيبدا يغير مثلا 3-4-3 او 3-5-2 زي ما عمل موسيماني فتره. هي كده، لكن واضح ان هو مقتنع ب 4-2-3-1 اللي من وجهه نظري شايفها بتناسب لعيبه النادي الاهلي. طبعا انت ممكن يا كابتن اسامه فتره من فترات تجيب صفقات تقوي الدكه بتاعتك؟ ولا طبعا لازم اللي يجي يلعب؟ لا طبعا مش لازم اللي يجي يلعب، بس 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 كل مرحله ليها اختياراتها. يعني احيانا انت بيبقى عندك تيم كويس، تيم جيد، معظمه اساسيين، لكن البدلاء ما بيبقوش على نفس الكفاءه، فممكن اجيب صفقه او صفقتين يبقوا بيشاركوا في وسط 14 15 لعيب اللي هم بيشاركوا في الموسم بصفه مستمره. لكن الاساس في الصفقات ان هي تيجي عشان تسد ثغرات في اللعب، مفروض ده الطبيعي الاول كده. ثانيا ممكن اجيب بدلاء كويسين، يعني مثلا عندي علي معلول كظهير ايسر مثلا هو الاساسي ومميز، بس ما عنديش حد بديل ليه قريب منه. ممكن اجيب حد ليه بديل مش هيلعب اساسي بس هو هيبقى معاه، وهكذا في اي مركز من المراكز. اختيار الصفقات تملي كل مرحله ليها توقيتها، حتى في العدد. يعني في سنين ممكن تجيب 6-7 صفقات، وفي سنين ما تكونش محتاج اكتر من صفقتين مثلا او 3، في سنين بتجيب 7-8، في سنين بتجيب وهكذا. فكل وقت ولو أدن زي ما بيقولوا، يعني حسب احتياجاتي وحسب انا عايز ايه بالظبط من الصفقات دي. شوف هتسالني حاجه في الماتش ولا ايه؟ كنت لا كنت هقول لك يعني رايك كبدايه، يعني انتوا اتكلمتوا فيها كويس، بس فنيا انا بتكلم على الناحيه الفنيه. البدايه انا الشوط الاولاني تحديدا كان عاجبني اكتر، كميه الجري كانت اكتر، الضغط كان اشد. الشوط الثاني فك شويه، لكن احنا برضو ما زالت كانت السيطره لينا، وقلنا الفرص كانت مش كتير، لكن قدرنا نكسب في الدقيقه الاخيره. بالنسبه طبعا لدخول بعض الصفقات مش هنقدر نحكم حكم نهائي دلوقتي، لانك لو انت بتحكم من اول مباراه ممكن مش هتدي الانطباع الصحيح او الجاي او ال 100% يعني. لكن يعني لابد من جهد كبير جدا، انا قلت لك يمكن قبل الماتش، من الصفقات الجديده ان هي تثبت انها تستحق ان هي ترتدي الفانيلا الحمراء، لانه انت جايب مفروض لعيبه باسعار كبيره عشان يضيفوا للفرقه. فمش هقدر احكم عليهم من اول مباراه، يعني انطباع اتاخد في حاجات بسيطه، لكن مش هو ده الحكم اللي هيبقى 100% سليم. فمطلوب منهم اكتر من كده طبعا بكتير، سواء برونو سافي او شادي حسين وبقيه اللعيبه. طبعا اكرم توفيق قلنا اضافه كبيره جدا، انه عائد بقوه يعني، ونتمنى له السلامه. شفنا برضو محمود متولي ما كانش اساسي في الفتره اللي فاتت، لكن الراجل واضح ان لعيبه النهارده. يعني المفروض بقى بقيه اللعيبه يبقى في منافسه شديده، لانك انت هتنافس على 4 أو 5 بطولات، فهتحتاج كل اللعيبه. والمهم انه زي ما قلت لك ان كل واحد يقول انا استحق اكون في ال 11 او في الاساسيين. يعني عايز تعلق على حاجه معينه؟ لا، عايز اقول ان مكسبنا النهارده الحقيقي في اكرم.
لا في كذا لعيب انا برضه شايف يعني محمود متولي النهارده ادى اداء كويس. لا انا عوده اكرم بعد غياب فعلا. لا انا رجع اكرم بالنسبه لي من الايجابيات، مكسب كبير قوي انه رجع بالشكل ده ما شاء الله يعني، ودي حاجه كويسه قوي يعني. اكرم توفيق من اللعيبه اللي لما يفوق وهيبقى كويس، مش هينفعك انت كنادي اهلي بس، هينفع منتخب مصر كمان. الحاجه الثانيه بيديك طمانينه وقوه في الحته الدفاعيه، عنده من الميزه ان هو كمان بيعلي روح اللعيبه جوه الملعب. ما اصل بتبقى غيره انت لما تلاقي واحد زي اكرم بيموت نفسه، فالسوليه تلاقيه، ديانج تلاقيه بيموت نفسه، فاكيد الفرقه كلها تبقى بالشكل ده. صحيح. طيب لو اخترنا كابتن بلال النهارده نجم للمباراه من لعيبه النادي الاهلي يعني بص، اللعيبه كلهم تقريبا كانوا قريبين من بعض النهارده في المستوى، لكن طبعا اللي سجل الهدف اعتقد هو ممكن يكون نجم المباراه يعني. فبالاضافه ان هو النهارده برده قدم مباراه كويسه، محمد عبد المنعم النهارده مباراه جيده جدا وسجل هدف النادي الاهلي، فانا بشوف ان هو يستحق يكون